مساء الخير. مساء ولا مرة. كيف بده يصير منه خير؟ بعناوين الليلة: ذكرى 14 أذار بالبيال، كان في عصير وبتيفور وكله تمام. طلبتي بالعلمنة لادعاء الديمقراطية والعدل فيما هو يمعن في القتل. كتاب التاريخ رح ينعاد صياغته بعد ما احتجت الجماهير الكتائبية على المضمون انه ما في صور بقلبه، انه كيف بده يفهموا النديم؟ طيب رح يشوفوا بعد كتير مظاهرات ورح يشوفوا بعد كتير تحركات من قبل حزب الكتائب. اما بالنشرة العربية، فضيحة النائب السلفي انور البلاكيمي. النائب البلاكيمي عمل عملية تجميل لمنخاره وقال للعالم انه اكل قتلة بسيطة زيت الحج استعملها نيشان. ان اول جاني الاعلام السيء، الإعلام المحرق. الوزير الدعوق طرح قانون الإنترنت للسيطرة على حرية اختيار أفلام البورنو، ردة فعل كانت مجنونة. بس تحقيق لمراسلنا عبد الرحيم العوشي. بدنا واحدة شاورما لحمة فاسدة بس بدون كبيس. لسلام. ضيف الحلقة الصحافي خضر سليمي ليحكي لنا أكثر عن قانون الوزير الدعوق. دولة اللي بتخاف من فيسبوك بتخاف من تويتر، كتير عليها تحكم فارمفيل. أكرم سلمان والحقيقة المرة، وأكيد نشرة الطقس مع بوسي اللي اختبتوا له خي عبد الفتاح وكل البيت عنده المولع. أنا تربيعة سيارة. وأنا كلوديا الشمالي، وهذه نشرة الشأن. لبيت لك السكسوكي كلوديا. ثانك يو. قبل ما نبلش الحلقة اليوم، بس بمناسبة عيد الأم حابب عايد أمي وأم فؤاد، وحابب عايد أمي التانية مارتي، وحابب عايد أمي التالتة البروديوسر شيرين سليمان، وبدي عايد بيي وقال له كل الحق عليك لأنه يعني أنا بدي بس بدي عايد أمي وقال له أنه ماما أنا بودك أنك رح تفخري في بالحياة. عارف انك تعبت وربيتيني، بس ليك هلا شو لقيتي؟ شاب حلو ذكي خلوق، فانا وش اخيب لك ظنك؟ رح ابقى، رح ضلني هون كرمالك، كرمال العالم، كرمال جمهوري. حبيبي انا معكم، ما تخافوا، نحن هون سوا. ليش مش انا جوزة لانجلينا جولي؟ ليه براد بيت؟ براد بيت احسن مني؟ لا، هو سكس باك، انا باك وحده. بعد قراءة معمقة للوضع الحالي للبلد وتحليل نسبي للوضع الإقليمي، مراجعة تقنية للأداء السياسي، وصلنا لنتيجة علمية وحديثة عن الحياة العامة وحياتنا كلبنانيين خاصة. الحياة كلها مرتبطة بالمؤخرة، يا منبوس فيهم يا منلبط فيهم أو منكون واحدة منهم مشعرة أكيد إذا شكلها مثل وجه فؤاد. أمرار لما أقرأ قصص معينة وأخبار الأفرقاء السياسية بالجرائد وعلى الإنترنت، بحس كأنه كمية غباء عم يختصبوا عيوني، وبصير ما ضروري نتمسخر على الخبر لأنه بيكون خبر مسخرة بمضمونه. وإذا مفكريننا دايماً عم نتمسخر، حمود ربك إنه ما عم نحكي اللي عم نفكر فيه. المشكل بالنكتة السياسية إنه مننتخبهم كل 4 سنين، منشان هيك خلينا نبلش أحداث الأسبوع. فؤاد، قوم نظف البيت عندك، جايين كتير زوار والكل بلش يحجز. القاعدة أند كو، شي 3000 أصولي مسيحيي سوريا، ويمكن عقاب صقر كمان ينام عندك، فرجاء حضر حالك وبيتك لأنه لضيوف كتار. دوم دقلة لمالة، ما نخليها تروح تنظف لي شوي لهذا، لأنه مالة بيكون عم يضربها أكرم سلمان هلأ، أتركها. مش رح نطول عليكم كتير، الأحداث كلها بالمنطقة عم بتحور حول محورين: بعبع الإسلاميين والوضع بسوريا. 14 أذار تبنوا Pirates of the Caribbean باحتفالهم، والمعارضة السورية عشوي مسخرة صارت والربيع صار فظيع. أعلن تشكيل كتيبة الفرقان في منطقة ريف شمال إدلب التابعة للجيش السوري الحر، وأني أتعهد بما يلي: حماية المظاهرات السلمية والدفاع عن المواطنين العزاز من هجمات عصابات الأسد والشبيحة، وقل اعملوا وسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنين. عاشت سوريا الأسد، عاشت سوريا الأسد، رائع. والشيخ الأسير قطف جمهور السنة وتيار المستقبل بمقابلة مع مارسيل غانم على الـ LBC. وبجعبة الكثير اللي بتدل قديش تيار المستقبل أضر بالطائفة السنية، اللي أنا عم بقول إن هي مهانة، وتيار المستقبل عم بيزيد إهانة للطائفة السنية.
المسيحية خايفانين بعد ما صرح مفتي السعودية إنه ولا كنيسة باقية بالجزيرة العربية، والسعودية ما صرحت بشي تجاه الموضوع ودب الزعر عند جورج ياسمين والصفوف المسيحية. ما نبقاش رجالة لما ولعنا الكنائس اللي في مبابا. الأمة تريد خلافة إسلامية. السنة غاضبون، كل أهل السنة في كل العالم غاضبون من هذا التهجم. الكل خايفين. أنا لست سلفياً، والسلفية من ناحية المبدأ ليست تهمة. لو كل الطوائف في لبنان فرضاً تسلحت، أنا لن أدعو إلى التسلح. مرحبا. بس تعرفوا هذا، أنا حسيت أنه المشكل كله مش مع أنه الإسلام أو مع الدين. أنا بعتقد المشكل كله هي الصورة، والمشكل بعتقد مع الدقن. لا يا مان، ليه بلا مان؟ ليك أنه حاعطيك إكزامبل أنه فؤاد إيه؟ أنا بحبك. من أنا كمان بحبك، إن إحنا رفقة، وإنه أنا كمان كتير بحبك. عادي مزبوط. طب هلا شوف، ما عم بفهم. مثلاً هلا يا باسم الصليب، فؤاد بحبك. يا يسوع شهيدة، فؤاد لك هل عني يا زلمة؟ يا خي شو في غلط؟ لك روح من هون يا خي. هلا لك روح يا خمينو، هيدا سيح من هون، روح من هون، ضهر من حياتي. فؤاد يا يسوع شهيدة، لكم لبنانكم ولنا لبنان، أنا هل عني يا خي؟ تعاون بالتعاون، روح عيش مشترك لحالك. بحبك فؤاد. من أنا بحبك كمان. هذا هو بعتقد وصلت النقطة يمكن. اللحية. أقيمة الأسبوع الماضي مظاهرة مشتركة للكتائب والأحرار، بس مش العونية، لأنه هوليك غير مسيحية. مزبوط، لأنه هني بيأكلوا التبولة بالخبزة. منيح اللطشة. احتجاجاً على كتاب التاريخ يلي ما ذكر أنه في حقبة المسيحيين تهمشوا فيها، وسامي جميل أكل قتلة بالجامعة، والمظاهرة خرجت عن السيطرة شوي وتعور كم حدا. فصرح الشيخ الأسير بعد ما شاف نتيجة المظاهرة. In your face motherfucker. الشيخ الأسير. هذه التظاهرة هي للاعتراض على يعني مشروع كتاب التاريخ. هي الدولة الش. هي الدولة. هي الدولة. هي الدولة. هي الدولة. رائد ظاهر هو من الفئة الشيعية، والرئيب اللي تحته طلع علوي، بقى مبين انه القصة شوي مسيسة. ايه؟ النائب سامي جميل عم بيقول انه في غش بكتابة التاريخ، او مثل ما بسميها الوزير فتوش، ابداع. كتاب التاريخ موضوع كتير دقيق ومهم، منشان هيك وبناء على طلب الكتائب، الرئيس المئاتي رح يوقف المشروع لحديث ما يرجع نتفق كلنا على صيغة جديدة. سحب هذا الموضوع نهائيا عن التداول بانتظار اجماع اللبنانيين حول هذا الملف، فهذا بالنسبة لنا وصل الموضوع الى الخاتمة، وبانتظار انه ينعمل آلية جديدة لطرح هذا الموضوع بشكل انه ياخذ بعين الاعتبار اجماع اللبنانيين وتضحيات وشهداء جميع اللبنانيين على حد سواء. حزب الكتائب راح وساوموا هناك. اكيد ساوموا. طبعا ساوموا. هي يعمل كومبرومي. عملوا compromisation و agreement، مزبوط؟ لا، خلينا نوضح الاشياء. يعني الكومبرومي مساومة انه قدموا تنازلات. حزب الكتائب تعتقد قدم تنازلات لنجيب مئاتي؟ سوري بالغلط. بدكم دورة كلكم باللغة العربية. نحن بعدنا معلقين على كتاب التاريخ، وصار قاطع التاريخ. يعني نحن اليوم ما مندرس هذا الكتاب، مندرس جرايد، بس اللي كتبوا تاريخ لبنان والاستقلال كيف كانوا يدرسوا صف التاريخ؟ بوقتها ما كان اسمه تاريخ، يمكن كان اسمه أخبار يومية. بعدين لما كلهم ماتوا صار في كتاب تاريخ، وخلص بطل فينا نغيره لأنه ماتوا، ما فينا نسألهم إذا في شيء لازم نغيره. دوماج. إلا إذا استدعيناهم بركي روحيا. أنا سلام في الشهادة كنت بدي لك، يعني أنا بعرف استدعي أرواح. عن جد؟ أنا نشان علمنا. ولا؟ كنا مرة بالبيت أنا نشان عم نطبخ، قرب علي قال لي فؤاد ريحتك كتير حلوة، شو حاطت؟ قلت له أنا حاطت بستعمل برفان. قال لي بس كتير حلو، عجبتني الريحة، غمرني هيك. أوكي أوكي، معلومات مش مفيدة فؤاد، حضر لي إذا بتعرف تحضر، حضر لي حيلا حدا من كتاب التاريخ. حدا من التاريخ يعني؟ خف يا إضاءة خف. يي بعد ما شفت شي دويلنا شوي على وجهنا يا إضاءة. يي بعد ما شفت شي. أوف فؤاد. زابرا كدبرا الأمير فخر الدين المعني.
ايه ايه هون شعلان امين فخر الدين كيفك؟ نحن كتير مبسوطين انه جيت لعنا، بس بدنا نسألك سؤال، انه انت مظبوط كل شيء كتب عنك بكتاب التاريخ؟ ايش كتب شيء عني؟ ايه ايه ولا؟ ما عارف، كنت يمكن ميت بهالفترة. بدك تسأل طوني فوق على الطابق الاول. اه يمكن عم يشتغل بدوائر رسميه. بس سوري مير، يعني ما بدي اخذ من وقتك، بس كيف فينا ننصف الناس بالتاريخ يعني اذا كان من وجهه واحده؟ الماضي هو فعل الحاضر يا ولادي. بحس حالي بمسرحيه الرحامني. اذا بتسمع الماضي عم بناديك يا ابني، سكر الخط وغير النمره. اوكي امير فخر الدين، صوته المير ما كنت عارف بيجي مع انطوان كرباس صوته. لا بس يعني هذا كان كل شيء من المير فخر الدين او شاب محشش بالاستوديو عم يلعب دوره. شكرا، بعتقد المطعم اللي فتحته اخر فتره كان كتير طيب اكلك او شيء. مير ثانك يو مير. موضوع اكرم سلمان وصاحبه اخذ ضجه بالاعلام. فيديو انعرض على شاشه الـ بي سي تظهر تعنيف للعامل الاثيوبي اللي كانت بحاله هستيريه، وبعد تحقيق بالموضوع هذه هي النقاط اللي توصلنا لها. الـ بي سي ما حطت القصه كلها مثل ما السلوغون تبعها، حطت القصه نصها، صار لازم يتغير السلوغون تبعها تصير الـ بي سي القصه نصها، خاصه بعد ما طلعوا الشباب وقالوا لبسام ابو زيد انه هيدي العامله بدها تنتحر، وعرض وثائق رح نفرجيكم عليها انه هني عم بيحاولوا يحكموها وجربوا حتى يسفروها. والمضحك المبكي بالموضوع انه ما حدا علق على اسلوب تعاطي الدوله بالملف. نحن حاولنا ناخذ حديث من وزير العمل بس رفض التعليق، ومنستغرب انه الناس اللي كانت واقفه عم تتفرج ناهيك عن السفير الاثيوبي اللي مهتم ببنت بلده بعد ما طلعوا الشباب لعنده ليساعدهم. وهيدي اللقطات اللي شفتوها تحت مبنى السفاره. وبالنهايه رغم الطريقه المعنفه يلي كلنا انتفضنا عليها ومش مقبوله بالنسبه لنا، القصه ما كانت كامله، وعلق اكرم سلمان بالنص ونبه انه هيدي البنت بدها تنتحر كذا مره لحديت ما انتحرت بدير الصليب او بكاريتاس كان حاطينها. اكرم كان حيكون معنا الليله ليعلق على الموضوع بس كان في عنده ظروف صحيه. خلينا نشوف شو صار معه. ما في خلل. وضعي جدا سيء طيب. بدي ارجع فوت بالمود بس خل فرجي لهم ليك بعمل له تنفس اصطناعي. لا فؤاد لا مش هلا الوقت ما كملت ساعده مش هلا. بريك صغير وبنرجع فيكم تقلبوا على وليد عبود هلا دقيقتين وما تلاقوا شيء محطوط هنيك وترجعوا. نحن حسسنا مثل 10 عبيد صغار حاضوا 10 عبيد صغار بصيروا ينقصوا واحد واحد انه اوكي راح ادمه. ايه جاد ابو طلال اكرم بوسي هوز نيكست. بوسي بقى تعمل فيديو كليب. انا انت هيك انا طلبوا مني البلاي بوي انه بليز ترجوني فؤاد تعال تصور هيك ما بخدر المال. في اخلاقيات ما فيك هيك تطلع انت تبين شو في مينيموم شو في لا في مينيموم سلام. انا نوي راز طلبوا مني نوي عايشين ببلد مثل لبنان ما فيك تعمل هيك. بإيران مجموعة من النساء قامت بحملة إعلامية تحت عنوان حرية الجسد والمساواة للمرأة، ونزلت الدعاية على الإنترنت أكيد بلا رقابة. الدعاية هي نسوان بالزلط، وإذا هيك بدهم إيانا نكون متساويين نحن من هلأ منشلح. بجاي شما كم ميخواهيد اما نمیتوانید. برابری زن و مرد عقیده من است. برهنگی من نه به سنگسار. فکر من، بدن من، انتخاب من. برهنگی من نه به اسلام سیاسی. چرا نه؟ من یک زنم. دعاية قوية بس فيها مشكلة صغيرة انه ما بتهيش ابدا، لانه فتشوا على ابشع نسوان لو يتزلطوا قدام الكاميرا. انه لو شي مرة مثلا طيبة مثلا مريم نور مثلا مثلا عرفت حدا من هاد مايا ديام لا 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 ايه بعدين هيك لانه اذا كانت فكرة الدعاية وهدفها ضاع وصار اكتر بلاي بوي ايراني. نحن منشجع كل امرأة ايرانية او غير ايرانية انه تقدر توصل رسالتها وتقاوم الترهيب الفكري بصدرة اكيد. منشان هيك قررنا انا وفؤاد وعبد الرحيم ندعم هيدي الحملة ونزلنا دعايتنا الخاصة. أنا جسدي مش للبيع. أنا الكل بيحسدني على جسدي. أنا جسدي للبيع إذا أكثر من 5000.
أنا بطالب المساواة بين المرأة والمرأة، لأنه هذا الشيء كتير بيعيش. يعني إذا شفتوني عم حك على الطريق لأنه بيكون في شيء عم يرعاني، مش لأنه بحب أتذكر إنه أنا رجال. أنا بطالب بسوتيان أوسع، لأنه هذا الشيء كتير ضيق علي. شكراً. نحن منطالب بالمساواة بين الصدر والتاني، ليه دايماً الشمال أكبر؟ كات! إيه فمان، بشرفكن هلكتوني ولو؟ هذه الدعاية بتهدف للحرية. الله. ولما حرية الإنترنت ما كانت وصلت الفكرة. وحتى لو كتير من الناس ما بيقبلوها، مشان هيك اسمها حرية. مشان هيك بعد طرح الوزير الدعوق اللي نحنا كتير منحبه عن جد لقانون مراقبة الانترنت، الكل انتفض، وعبد الرحيم العوجي أخذ الموضوع على عاتقه. وخلينا نشوف بهذا التحقيق شو عمل. شلح؟ شلح كمان قدام الوزير الدعوق؟ شلح وصار يتعراله؟ صار يتعراله وقال له هل أنت بتهيجني؟ يعطيك العافية معلم. أهلا تفضل. بدنا واحدة شاورما لحمة فاسدة بس بدون كبيس. لا سلام. عشو هالضحك الشريرة يعني ما لعاز؟ عبد في قمع للحريات وخاصة حرية الانترنت. بطل فيك تحضر بورنو مان. بدي اياك تتحقق من الموضوع وتشتري سوتيان. ما تسألني ليه. لبنان هو بلد حرية التعبير، لهالسبب الدولة بتعتبر إنه المسرحي بيثير النعرات الطائفية أكثر من مجرم الحرب، والسينمائي بينزع عقول المشاهدين أكثر من تاجر المخدرات، والموسيقي أو الرسام بيأثر على الكيان اللبناني والأمن أكثر من العميل الإسرائيلي. واللي زاد تنبلي إنه وزير الإعلام الجديد قرر يعمل رقابة على الإنترنت من بعد ما دقت له أمي وقالت له هالصبي عم يسهر كل الليل على المواقع المش منيحة، دخيلكن على قولنا شي حال. بما أنه وزير الإعلام اللبناني الحالي وليد الدعوق رفض يستقبلنا لأن واحد طارق متري المواطن طارق متري، أنا كتير زعلان من وزير الإعلام الجديد بالدولة اللبنانية. ليه؟ وقررت أنه بدي شيله عن الفيسبوك لأنه قرر يعمل قانون ويحط رقابة على الإنترنت. خبرني شو هو هذا القانون. اول شيء بس تساله هو مش تسالني انا، انا مش وزير اعلام، انا وزير اعلام سابق. في حدود ما اعرف القانون مش عن مواقع الانترنت وحجب مواقع عن المشاهدين، هو قانون لتنظيم الاعلام الالكتروني، المواقع الالكترونيه الاخباريه. ما انا ما بعرف، انا بركي لانه اعتبروا الفيسبوك تبعي اخباري، يعني انا دائما بحط خبريات انه يعرفته سعاد صاحبه ما بعرف مين وهذه ظهرت ما بعرف مين، بركي اعتبرني اخباري ومسيء بحق الاخرين وقرر انه يكبتني وفوتني. لا، مشروع القانون اللي حضروا ما له علاقه لا بالفيسبوك ولا بشيء، وما له علاقه بالاساءه وعدم الاساءه. بس لكن انا مش مهمتي انا اشرح القانون، مش انا اللي وضعته. ليش بلبنان في رقابة على الأعمال الفنية وما في رقابة على المنتجات الغذائية مثلا؟ هل شي مرة اجتكم شكوى انه في زلمة تسمم لانه حضر مسرحية مثلا؟ انا ضد الرقابة، بعتقد الرقابة هي من عصر اخر ولازم نفكر بصيغة اخرى للي بتحفظ حقوق الناس اللي بيتضرروا من مما يكتب في الصحف، مما يقدم في السينما، مثل كل بلاد العالم. جلسة مجلس النواب فيها سكس، بمعظم الأحيان هو جاي سكس، بس إنه معلش، فيها مسبات وفيها إثارة للنعرات الطائفية، يعني كل شيء بتفرضوا علينا الرقابة كرمال تمنع الهدى. كيف فيني أنا أجبر الرقابة تراقب جلسات مجلس النواب وبالتالي تمنعها لأنه فيها كل هالأشياء؟ بدك تقنع النواب بصحة ما تقول. الرسام سمعان خوام لقطوه درك عم يرسم لوحة لعسكري على الحيط واتهموه بأنه هو عم بيشوه المنظر العام على أساس أنه هالمدينة كتير حلوة، وهلأ هو بانتظار محاكمته الشهر الجاي اللي ممكن تحكم عليه بالسجن من 6 شهور لسنة أو دفع غرامة 4000 دولار. شو أخي شغلت لي بالي قال لقطوك على الحيط عم ترسم ووقفوك؟ أنه ممنوع أرسم على الحيط. نعمل إيه؟ تشويه. طبعاً في مجال روح جوه بغير مكان، قال لي بك تاخذ إذن. تمام، بدك تشوي، بدك إذن لتشوي، شو هيك سايب الخبرية؟ بس كمان رجعت رسمت من بعد التعهد في فلان وأنا برسم. ايه. تالت مرة قالوا لي في عندك محكمة. محكمة محكمة. إنه بدل ما ترسم رشاش، حمول رشاش، ما عدا بيحكي معك. طيب، خلونا نفلها قبل ما يجوا الدرك ياخدوه، يلا. صار فينا نطلع البيرة هلا. إذا كنت تعمل في الدولة وأصبحت عميلاً لإسرائيل فسوف تسجن سنتين، أما إذا رسمت هذه اللوحة لشخص من الدولة
فسوف تسجن سنة. لذا إذا أردت أن تكون مجرما عليك أن تفكر مليا. لا يا لحظة برا، خذوني معكم يا أمالك أمالك. لحظة لحظة، ما خلص الريبورتاج يا أمالك يا خي، انطرني ما معي أرجع أنا. مارك الله لا يوفقك يا مارك سلامي. مشاهدينا، في مجموعة من المثقفين والفنانين قرروا يعملوا إيفنت ضد الرقابة اسمه أنا حر. إيفنت كتير حلو بس ما في بقلبه كوكتيل من وراء الإيفنت للأسف. خلونا نفوت نشوف شو هو. هيدا الأسبوع رح يصير في عدة إيفنتس، كلنا نقول إنه نحن حرين. أنا ما بقبل الرقابة لأنه بعتبر إنه الرقابة هي شيء عم بتحد من ذكائي، عم بتحد من حريتي، عم بتحد من إبداعي. كان عندنا مسرحية وقدمنا النص على الرقابة وأصلنا تلته، مثلا شالوا غنية اسمها ما عندنا وطن، لأن قال إنه بالدستور في وطن. فما فيك تجي تقول إنه ما عندنا وطن، لأنه مذكور بالدستور إنه في وطن. مبروك مبروك لكل اللبنانيين. أنا بتنفس حرية، ما تقطع عني الهوى وما تزيد كتير علي، أحسن ما نوقع سوا. أنا عبد الرحيم العوجي مقلدا جوليا بطرس، مع أنه العالم بيقولوا أني بشبه هيفا وهبي أكتر. يقبرني حرية ما تقطع عني الهوى، تتانا ليلة ليلة عني أسلع سوا. مش هيك هي هيك شي ليك سلام. بريك قبل لحظة، بدنا نطلع بريك ولا شو؟ ايه خلينا اوكي بريك صغير ونرجع مع ضيف الحلقة وأكيد النجم فؤاد يمين. ليك أنا دايما عم بسمع أصوات براسي، بس هلا أمرار بيكون في عندهم أفكار لذيذة حلوة وكذا وهيك، بس ما عم بقدر أتخلص منهم. أنت شو عملت لحتى راحوا معك؟ سجلتهم على تيب. سجلتهم على كاسات عادي. أنا وقت بدي أقول سبلاي يطلع الصوت، فؤاد يطلع الصوت. أتمنى كلوت أتمنى كلوت. اوكي بيحكوك هيك زي شيء. بلا بس هيك ما اشتهيت انه حدا يمد ايده عليك مثلا. هيك هلا هي شيء منيح، عم بتشهرك منيح. معنا بالاستوديو الصحافي المدون لموقع جوعان wordpress.com ليحكي لنا اكثر عن طرح قانون الانترنت، خاصه انه هو كان عنده تجربه خاصه بتتعلق بحريه التعبير. خضر سلامي مساء الخير. هلا بدي اعرف انا اذا بدي احضر افلام بورنو صار دائما وزير الدعوق بوجهي. هلا الشغله سلام انه القانون ما بيتعلق بالبورنو، ما دقوا بالبورنو. شو هو القانون؟ القانون اللي وضعه الوزير الدعوق وضعه بحجه تنظيم الانترنت، ولا هو مفوضة لأنه بالنظمة. وهذا التنظيم بيتعلق بمحاسبة أو منع أو الرقابة على كل ما يمس بالأخلاق والأداب العامة. يعني بورنو عم نحكي، عم نرجع نفس الموضوع. لا بس البورنو باقي سلام. أوكي. يعني الحرية الأداب العامة والأخلاق بعتقد برأي الوزير الدعوقي كل شيء بيتعلق بانتقاد السلطة الحاكمة أو معارضتها كمان. أوكي يعني عم يصير أكتر مثل سوريا على إيران على القانون سيء جدا، لانه حتى بيخضعك لقانون المرئي والمسموع اللي اصلا اعلاميين المرئي والمسموع عم بيطالبوا بتعديله لانه صار قديم. بيقوموا ببلشوا بالجديد، ببلشوا بالانترنت قبل ما يبلشوا بهديك. في شيء غلط. الغلط الاكبر من هيك سلام انه عندك دوله كيان معنوي بده يطبق سلطته على كيان معنوي اللي هو الانترنت. يعني الانترنت اللي هو فضاء غير محدد الهويه والجنسيه، ما بعرف كيف بحق لاي دوله تطبق قانونها الخاص الداخلي عليه. طيب نحن المواقع تاعتنا تابعة لهوست أمريكاني، فبيطبق علينا القانون الأمريكاني اللي هو بس عن القانون الملك الفكري أكتر أغلبيته. فوين موقعنا نحن؟ هون المشكلة كمان الكبيرة. يعني أنا برأيي الدولة اللي ما قادرة تفرض سيادتها برات مقراتها الحكومية ما تجي تحاول تفرض سلطتها على المحل، هو المحل الوحيد للشباب اللبناني قادر بعد يتفاعل فيه ويتناقش فيه ويختلط فيه. انت بتعد حالك من الشباب اللبناني، يعني انت لازم تروح تهاجر تشوف لك شيء. انت كنت بفرنسا قبل. بالضبط. وانا قالوا لي لما تم استدعائي على التحقيق انه
انه اذا مش معجبك لانوفك ترجع على فرنسا، هون لبنان مش 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 برا مش يلا. يلا طيب خلينا نحكي شغله. اول شيء اللي ما بيعرف، انت توقفت من المخابرات اللبنانيه لانه انت حكيت عن الجيش اللبناني بالبلوج بالموقع تبعك، عن الجيش اللبناني وعن رئيس الجمهوريه كنت عم تنكت عليه، وعارف انه بالقانون ممنوع تحكي عن رئيس الجمهوريه بالقانون العقوبات وقانون المطبوعات. صحيح، بس كمدونه كموقع ما بعرف كيف بده يحق لهم التطبيق علي قانون مطبوعات اصلا عمره حيصير له 100 سنه تقريبا من العهد العثماني. فالفكره انه مشكلتك سلام بلبنان انه القاضي بيحق له الاجتهاد، بيحط لك وزير الاعلام البريء اللي بيطلع انه هو بده ينظم، بحط لك قانون بيقول لك هذا للتنظيم، بس في اسرارهم، وانا اتهمهم كمان يعني عم بتهمهم للي حطوا القانون انه بالقصد انه هذا القانون مش الوزير الاعلام اللي حيطبقه، وزير الاعلام ما عنده سلطه، اللي حيطبقه هو القاضي، ومن وراء القاضي الضابط الامني اللي حسب مزاج حزبه السياسي اللي وراه. وكفوف على حيله يلا تاتا اكلت شيكاف. مشكلتك انا اكلت شيكاف. لا انا ما بعد جاي على بالك تاكل شيكاف. فالسؤال سلام انا بدي اسالك، يعني وزير الاعلام اللي بيطلع عم بيقول لك انه كلمه الاولاد وانا ما حريه الراي، مشكلتك مش مع وزير الاعلام كيف حيسالك؟ انه انت مثلا شي مره شايف ضابط عم يسالك؟ ايه انا بشك، لانه اكيد ما فيك تشوف الضابط كيف عم يسالك، ممكن كحلك عين. ليه بكل احترام، بكل احترام بيجي بيسالني يعني قبل ما اسمع الجواب تبعي، يعني بكون رقبتي جاوبت بالضبط. شو عادي، شو عندك مشكله بدل احنا ربينا على هذا الشيء؟ يا كف من ضابط سوريا، كف من ضابط لبناني، شو المشكله؟ وراجع ايام الكفوف من الضباط اللبنانيين. طيب. مشكلتك انه ما في قانون تنظيم، والعقلية اللبنانية، العقلية اللي تربت عيد المخابرات، هول الوزراء، هي السلطة، هذه الحكومة وغيرها، هذه العقلية ما تفهم إلا بالقوانين، مع أنه بباقي الدول العالم الحديثة الأشياء بتكون بطريقة إنسانية أكتر. يعني بدل ما تحط قانون ينظم القمع أو يشرع القمع، تفضل على نقاش مع النشطاء أو مع الجمعيات الموجودة على الأرض أو غيره المعنية بالإنترنت، واتفق معهم على ما يشبه الأعراف، يعني كتاب كودز أو شيء بيصير هو مثل رقابة ذاتية الواحد. يعني أنا ممكن مثلا بدل ما سب الرئيس انتقده انتقاد محترم. أنت ابني بعدك ما تعلمت من أول مرة الظاهر، يعني كود مين وأعراف مين. على كل حال نحن من ضمن صوتنا لإلك، ولو انه نحن مع المخابرات نحن لا. انا بس بدي اختم، بدي اقول لك شغله سلام، انه الدوله اللي بتخاف من فيسبوك بتخاف من تويتر كتير عليها تحكم فارمفيل اذا لعبنا على الفارم. فبشوف انا تشتغل معنا انت، فكر تشتغل معنا، صدقنا نحن بنحميك بدل ما يعني الجيش او سلام حدا سلام بتفتش على مين يحميك، بالمحل حدا يضربك نحن بنضربك، ليك نحن بنضرب فؤاد دائما، يعني فؤاد بيجي انه فيك تشتغل معنا. اخر سؤال لك، بغطوا فيك الناس بين خضر سلامه وخضر علامه، لانه وراء كل السوبر ستار في خضر علامه، يعني لا خضر سلامه هو خضر سلامه. خضر سلامه انا بتشكر وجودك معنا كثير، ميرسي كثير لك سلام، ميرسي. دائما بتطلع بفؤاد ومره عن مره بتاكد قديش هو بشع. برجع بشكر ربي انه في بوسي مولع. هاي بوسي. هاي سلام. سلام، انا بس بدي اقول لك انه فؤاد منه بشع. عنجد؟ اي سلام، فؤاد منه بشع بس هو منه ذكي. كيف بدي اقول لك يعني مهبول، كيف بدي افسر لك؟ خليني اقول لك غبي، اكثر من غبي بشوي. فؤاد سطلي. لا بتعرف شو، فؤاد اهبل. سلام، منه بشع. اها اوكي، ميرسي على المعلومات المهمه. خلينا نحكي على الطقس، كيف طقسنا اليوم بوسي؟ سلام، انا اليوم مش رح احكي عن الطقس. عن 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 شو عن شو, شو؟ عن سلام شو؟ انا حاسه انه انا مطرحي منه هون، انا مطرحي منه بالشي ان ان، انه انا حلوه سكسي غنوجه، فكرت انه ليه ما بعمل فنانه حياتي. ايه بس يعني بوسي صوتك حلو انت، يعني مش مهم سلام، اصلا انا خلص بلشت مسيرتي الفنيه وعملت اول غنيه لإلي، تعرفت على جات شويري وهو لحن لي اياها. واو حلوه هالكومبينيشن. ايه وجاد، يعني انت وجاد. ايه مزبوط سلام. انه عن جد انا وجات نينتنا حلوين، نينتنا غنوجين، ونينتنا منيكل بس وقعتين بنهار. طب في شيء فيك تسمعينا اياه؟ ايه اكيد سلام، انا كتير اصلا متحمسه اذا معكم الغنيه تبعيتي. يلا اوكي. بس هي فيها بقى
اوكي ايه اوكي با يعني شو بنعمل لها لا هي بدها تطر لا يعني اه ايه اكيد انا مشجع الكراسي وكل ما تنزلق لا دغري سلام ايه يلا فوت انا راح اعمل كل الرقصه بس شوي منها اوكي تفضلي انا بوسي انا بوس بوس اتجاب اكلي عندي الكسكس الله ما خلصت سوري 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 تحمست على الكسكس تفضلي بحب لحمي بحبها برا انا بوسي انا بوس بوس فيك تطلع بس ما تدوس دوس انا بوسي قلبي مدلع وإذا شفتني قلبك بيصير إنه واو شفتها ومش مصدق وبيصير يدق كل مرة وما بيعد يدق لها غير سلام تطويلة خلاص باي يعني يعني العم بالغن وجد شوي كمان يعني واصل يعني بس يعني مش بتلك بتلو بتصير نص مش فيسبوك مثل المخدرات لما تستعمله بتقرص عالم بتحكي مع الحيط وبتتخيل انه عندك مزرعة مزبوطة وانه فيك تربي بقرة بالبيت منشان هيك تابع اخبار شي ان ان على فيسبوك جروب شي ان ان وعلى تويتر واكيد راسلونا على شي ان ان @الجديد.tv فيكن كمان تابعوا الحلقة بالكامل على موقع الجديد الجديد.tv هذه كانت حلقتنا للأسبوع توقع كل شيء من مين ما كان إذا الشيطان كان ملاك يوما يعني شو متوقع من الحكام وتذكر أنه دايما في حدا كول وأزكى وأقوى وأسكس منك اللي هو أنا سلام أنت وقت تكون أنت بالسكس بتحب تستعمل دورتي توك يعني إيه يعني بقول مثلا شو مثلا كيف لأنه أنا بدي أتعلم منك نطفة تحت المجلة دورتي لأنه في الدورتي مشيك أصدق لا أنا بستعمل غير شيء يعني أنا بصير بدي هيجة بصير لها مثلا كانت السماء ملبدة بالغيوم وكان الهواء إيه هيوج هذا الشيء بعمل له موضوع أنش أخشي بسأل سؤال إيه بفتح فيه أفاق وجودي يعني إيه دايما كتير مثلا أنه وهل ممكن أن لبنان يتغير يوما مثلا يا بي بتركها عرفت أنه هيك ساعتها بتفتح أفاق هيك أنا عمرار بحس هيك بيكون عندي هيك شوية ايش بسموها هي اللي عرفتها الفنون فنوتي ناحيتك يعني اقول لك هذا شيء طب جاني ولا لا عادي يعني لا عادي مان عادي انه انا وياك اصلا لازم نركب شيء ماشي عندي فكره ريبورت انا وياك بتخت بطلع بصير انا فوق كده فواش كرمال التمثيل انا مش بفكر لا ده احنا بنحب التمثيل